وما شاء الله براويكم الاستنساخ اللي سووه، التطور والطب. استنساخ ياخذون من خذوا من جبار وخذوا من مجد. مش ولده مجد، هذا مجد. زين استنساخ، خلي يقول. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا مجد ما شاء الله. هذا مرة استنساخ من المجموعة العلمية المتقدمة. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. وبنراويكم الحين بعد جبار الشيبة استنساخ مرة. وين باب هذا من هناك؟ ها؟ لأن لحقوا على جبار ولحقوا على شاهين الشيبة، شاهين الكليلي يستنسخون منه، ياخذون مادة منه هو منه من تحذنه. شوف جبار ما شاء الله ما شاء الله، صلى على الرسول ما شاء الله. استنساخ، شوف العلم كيف ما شاء الله ما شاء الله. جبار الشيبة ما شاء الله. بيجون بناته ان شاء الله سبق. ما شاء الله ما شاء الله جبار. بناها الصورة عند جبار. جبار جبار الواحد يتشرف ياخذ نصها من عنده، لان التطور وهذا طب نسخة مرة من جبار، مش ولده يعني نسخة. شوف كيف سووا أول عمار شيوخنا مقصرين في هالمختبر. شوف يحب الناس جبار، يحب يجارب الناس. شوف ايه يريد نفرات هو. نعم العمال يحبونه جبار جبار ما شاء الله. شوفوا السنين الجايه ان شاء الله، شوفوا عياله مجد وجبار. هذا العلم اللي سوى منه الاستنساخ من المجموعه العلميه المتقدمه. جزاه الله خير السيد خليفه بن هاني النعيمي وحمدان، اللي اهتمام كبير عندي. جزاه الله خير، مشغل الاب جبار مختبر الام الشريجيه سنه الميلاد 2001 رصيده سياره يقبض صاحب الشوط الرئيسي في ند الشبر والشوط الرئيسي للثنايا والزمول. سلام مشغل، سلام مشغل المختبر اللي ظهر سبق ولاستفادة الناس منه. شوف هذا مشغل يوم مساعة من أوحلكم من عيال جبار. استنساخ مرة ما من عيال جبار، بعد استنساخ من جبار، جبار مختبر. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مشغل اللي أشغل العالم على البعيد واستفادوا. ما شاء الله ما شاء الله كو. هذا مشغل ولد جبار المختبر. ولد الحقه أبوه جبار مختبر، أمه تلحقه ما شاء الله. هذا الحقه شوفها كله من عيال جبار.
جبار مختبر ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اللي حقه شوف ما شاء الله ما شاء الله رسم غازي الاب جبار مختبر الام بنت صوغان ميلاد 98 نصي السيف في الشاحنية خانية وجائزة زائدة كبرى والعديد من السيارات. شوفوا جبار جبار المختبر هذا عياله وشفتوهم ساعة اللي صورناه استنصاخ منه غازي. صورنا اليوم غازي ولد الحقه ومشغل ما شاء الله ما شاء الله. هذا غازي بارك الله استنصاخه من المختبر. هذا الزمون من عيال المختبر كلهم عائله وحده ابو واحد لكن لهم اهتمام الاداره. وهذا الشامخ ما شاء الله ما شاء الله الشامخ ولد شاهين الكليلي شاهين الكليلي الشيبه وامه الشامخه ما شاء الله ما شاء الله. شاهين كو كو ما شاء الله تبارك الرحمن. شامخ ولد شاهين الكليلي وام الشامخة وتسمى الشامخ ما شاء الله ما شاء الله. شو هنا الشامخ ابوه شاهين الكليلي امه الشامخة وتسمى الشامخة او شامخ. سلالة قوية يوم يقولك تنحدر من سلالة قوية من ابو وامه وانتاج. نعم الله يوفقهم هالمراكير وهني بعد وهني الغربي الغربي ابوه جلمود بن طحنون الام بنت صوغان رصيد سيارتين وإشارة ومليونين ونص. وهذا الغربي هنا ويشهدن في الميادين بنات هالزمول هذي كلهم. نعم والله يوفقهم ان شاء الله. هاي فكرة الزمول واهتمام فيهن فكرة طيبة لان قبل من زمان كانوا الناس يبون يسبقن يخاصونهم والشيخ زايد قال لا حرام الناس كيف ينوخون خلاص. والحمد لله جت الفكرة من الشيخ حمدان بن زايد وهزاع بن زايد وسووا المختبر هذا. هذا مختبر عمره فوق 40 سنة كأني ما الرقم ما متأكد منه 40 سنة أو 35 سنة. وهذا ضاري ود مجد. نعم مجد لقيناه اليوم هناك استنصاخ بعد. هذا ضاري أبوه مجد المختبر وأمه ندى ما شاء الله ما شاء الله. اي مختبر سوى من استنصاخ من ابوه زين هو وجبار ضاري والام ندى ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. ضاري ضاري هو ضاري متعود على السبك ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم نطمشكم على الزمول المختبر من المجموعة العلمية المتقدمة. هذا اللي نفع مش بس أصحاب الهجم في الدولة على مستوى الخليج اللي أصبح منارة مناخات الهجن
اختبار سويحان المجموعة العلمية المتقدمة. أخو الشامخ من لما؟ أبو ناصي. ما شاء الله أبوه ناصي ولد الشامخ، أبوه ناصي جبار مختبر والأم الشامخة، كله إنتاج عائلة واحدة من المختبر. ما شاء الله ناصي أسامي حلوة، ناصي والله عالي والشامخ، هذا كله إنتاج المختبر ناصي. ما شاء الله 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 تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. يوم حق هالهجن، حق هالمناخات، حق اللي يدور السبق متواصل. صور لكم اليوم الزمول العدل. اي منخلص باقيات اثنين، ود الهبيبة والمغادرة. هلاك مغادر والطياري وابو الهبيبة. ابو الطياري ها؟ ما شاء الله ولد الهبيبة الابو الطاير الام الهبيبة ابوها الطياري ود الهبيبة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو هو ما شاء الله هو ما شاء الله ما شاء الله. هذه الاخوان مغادر من ابو مغادر ابوه الطياري والام زعفران. يا الطياري ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. نبى مناخات العدل ينوه وعلاجات وشهادة أن أبو فلان هم. ما شاء الله ما شاء الله مغادر، هو مغادر يغادر بناته في الشوق، تسمى يمكن مغادر يغادر عنهم. غالي حر اليوم يعني اتأخرنا، اللي كل واحد عنده ناقة غالي بكرة قعود يجيب هني يسوي له مرة استنساخ مختبر. نعم كم يبى يسوي له؟ الله لا يحرمنا من الصوت. نعم السلام عليكم يا جماعة، شوف هاي كلام طيب حويرها هذا الجميل. ما شاء الله بصور لكم صور. شوف الجهزة ما شاء الله. هذه صورة حين بنات الطيارة. شوف السنسار هنا هاي كلها ناس طيارة. هاي الصورة رسم رموز. هذا الشيخ الزعبي، هذا الشيخ حمدان بن زايد، هو سعادة عبد الله المهيلي رئيس الاتحاد الهجم، سعادة خليفة بن ثاني النعيمي. صورة جميلة تاريخية، الله يوفقهم هم لداعمين هذا الرجال في الهجن وهذا في الزمول، وكلهم هدفهم واحد. الله يطول عمر الشيوخ ويحفظهم يا الله.
هذا 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 ه